الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة آيات سورة يونس، ونتناقش في عدد من المجادلات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، مما فيه إبطال لشبهاتهم التي يلقونها. فلعلنا نقرأ شيئاً من الآيات في هذا الباب، فليتفضل القارئ مشكوراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يقول الله تعالى مبينا عظم عدله: إن الله لا يظلم الناس شيئا، فمن نزلت به العقوبة من الأمم السابقة إنما نزلت بسبب إعراضهم وعدم تأملهم. فإن العاقل إذا استمع لصوت الحق الذي عليه الأدلة والبراهين استجاب لها وآمن بها وأيقن بها. وهكذا من كان عنده عقل ينظر به حقائق الأمور ويتبصرها فإنه سيهدي، ولكن من كان عنده سماع ونظر بدون أن يكون عنده عقل يهديه إلى الحق فحينئذ لن يصل للحق ولن يهتدي به. وبالتالي يبين رب العزة والجلال أن من ضل من هؤلاء إنما ضل بسبب عائد إليه، والله جل وعلا لا يظلم أحدا من الناس شيئا. فقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهم الذين سمعوا لصوت الحق فلم يستجيبوا له، فكان هذا سببا من أسباب ضلالهم وعدم اهتدائهم بالحق. ويذكرهم الله أن الدنيا لا تستحق أن تجعل صاحبها يعرض عن الحق ولا يستجيب له، فإن الدنيا زائلة وهي لحظات يسيرة، وبالتالي ليس من العقل أن يفرط الإنسان في الشيء العظيم في جنان الخلد بسبب أمور دنيوية يسيرة. ولذا يذكرهم الله بحالهم يوم القيامة حينما يجمعهم الله جل وعلا ليوم الحشر، فقال: ويوم يحشرهم، أي يجمعهم، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، أي كأن مكثهم في الدنيا بمثابة وقت يسير جدا، بحيث يكون قد فاتهم أن يتسببوا بدخول الجنان بإيمانهم في الدنيا. وبالتالي ما استمتعوا به من الدنيا لا يستحق أن يقدم على الآخرة، فيكونون بمثابة من باع الشيء، من باع جميع ما لديه من أجل شيء يظنه ثمينا، ويتبين أنه ليس كذلك، كمن اشترى زجاجة يظنها جوهرة عظيمة ثمينة غالية بجميع ما لديه من مال ومتاع، فلما ذهب إلى أهل الخبرة ولم يجد لتلك الزجاجة قيمة فعلم خسارته. ولذا قال: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وهم أول الحشر يعرف بعضهم بعضا، لكنهم بعد ذلك يشتغلون بما هم فيه من الحساب والعذاب، وبالتالي لا يلقون لمعرفتهم بالا، يقول يتعارفون بينهم. وفي ذلك هم الموطن: خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي من لم يؤمن بالآخرة ولم يستعد لها ولم تكن مقاصده
أخروية فإنه حينئذ سيكون من الخاسرين، خسر نفسه وخسر حياته وخسر آخرته، وما كانوا مهتدين، أي بسبب عدم استجابتهم لدعوة الحق كانوا خاسرين. وقد ذكر الله جل وعلا عن هؤلاء المعرضين أنه سينزل بهم العقوبة في الدنيا قبل عقوبة الآخرة، وهذا وعد من الله جل وعلا لا يهنأ في حياتهم، وحينئذ قد يري الله جل وعلا نبيه عذاب المكذبين المعرضين، وقد يجعل العذاب لهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: وإما نرينك، أي نجعلك تشاهد بعض الذي نعدهم من العقوبة ونخبرهم به من العذاب الأليم في الدنيا، فذاك، وقد حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نصر الله عبده وهزم الأحزاب وحده، وكانوا بين يديه إما قتلى أو أسرى أو استجابوا لدعوته بعد أن كانوا عنها معرضين. وهذا الخطاب كما يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لكل دعاة الحق، فإن الله جل وعلا ينصرهم ويؤيدهم على أعدائهم. ثم قال: أو نتوفينك، أي قد يقدر الله جل وعلا لحكم يراها أن تكون الوفاة لدعاة الحق، وحينئذ نعلم أن الفوز الحقيقي هو يوم لقاء رب العالمين، وأن الخسارة إنما تتمحض لأولئك الذين يخسرون في ذلك اليوم العظيم. ولذا قال: أو نتوفينك، فإلينا مرجعهم، أي أن معادهم ومحشرهم عند الله جل وعلا، وبالتالي سيحاسبهم على أعمالهم، والله جل وعلا مطلع على جميع أفعالهم، شهيد على ما يفعلون، فهو جل وعلا مشاهد لأفعال الناس، عالم بها، مطلع عليها. وقد أخبر الله جل وعلا أن هذا الشأن ليس شأنا جديدا، بل هو شأن الأمم السابقة، يرسل الله لهم الأنبياء فيعرضون عن أنبيائهم فينزل الله بهم العقوبات. ولذا قال: ولكل أمة رسول، أي إن جميع الأمم السابقة والجماعات المتقدمة أرسل الله لكل جماعة رسولا دعاهم إلى التوحيد وأمرهم بطاعة الله، فإن استجابوا كانت لهم العاقبة الحميدة، وإن أعرضوا وهو شأن أكثر الأمم فحينئذ يمهلون قليلا ثم تنزل بهم العقوبة. ولذا قال: فإذا جاء رسولهم، أي دعاهم نبيهم، فلم يستجيبوا له، حينئذ قضي بينهم بالقسط، أي فصل بين المؤمنين والكافرين بالعدل بإنزال العقوبة بالكافرين وهم لا يظلمون. فهذه سنة ماضية في عباد الله في جميع الأمم السابقة. فلما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من العقوبة الدنيوية، ما كان منهم إلا السؤال عن وقت العذاب على وجه التكذيب له، على وجه التكذيب له والاستهزاء به. ولذا يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟
أي أنتم كاذبون في وعدكم هذا بدلالة أنكم عاجزون عن إخبارنا بوقت نزول هذا العذاب. وحينئذ أمر نبي الله ومن يتبعه من الدعاة ببيان أن إنزال العذاب وتحديد وقته ليس إلى الدعاة وإنما هو إلى الله جل وعلا، ينزل العذاب متى شاء لحكم يراها. ولذا قال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فالضر والنفع بيد الله، وإذا كنت لا أملك ذلك لنفسي فأنا لا أملكه لكم، ومن ثم لا تسألوني عن الوقت، فأنا لا أحذركم من نفسي وإنما أحذركم من الله جل وعلا. وقوله إلا ما شاء الله، أي أن العبد قد يفعل من الأسباب ما يكون عائدا عليه بالنفع أو الضر. ثم قال: لكل أمة أجل، أي هناك وقت محدد قد جعله الله جل وعلا للأمم ينزل بها عقوبته عليهم فيها. إذا جاء أجلهم، أي إذا حصل الوقت الذي قدره الله لهلاكهم وعذابهم، فإنه سينزل بهم العذاب ولن يتأخروا ساعة واحدة ولا يستقدمون، أي أنهم لا يستطيعون تقديم هذا العذاب ولا تأخيره، لأن الأمر إلى الله جل وعلا. ثم قال لهم: ما فائدتكم من السؤال عن العذاب؟ هذا الحق وهذه حججه وبيناته، فاستجيبوا له، وإياكم أن تستمروا على تكذيبكم فينزل بكم العذاب، فإنه إذا نزل بكم العذاب فلن تستطيعوا دفع هذا العذاب، ولن ينفعكم إيمانكم لو قدر أنكم آمنتم بعد نزول العذاب. ولذا أخبره أن يوقظ فيهم العقل بقوله: إذا نزل بكم العذاب وأتاكم عذاب الله في الليل بياتاً وأنتم نائمون، أو في النهار وأنتم تلعبون، وحينئذ ما فائدتكم من هذا الاستعجال لنزول العذاب والذي يفوت الفرصة عليكم؟ فكأنه يقول لهم: إن استعجالكم بإنزال العذاب ليس من العقل في شيء، بل هو مما لا تقبله العقول السليمة. ثم قال لهم: أثم إذا ما وقع، أي في الوقت الذي ينزل فيه العذاب، حينئذ لا تنتفعون بإيمانكم؟ الآن يعني هل تؤمنون في هذا الوقت وقد كنتم فيما مضى تستعجلون العذاب؟ فإن إيمانكم عند نزول العذاب لا ينفع، كما لم ينفع فرعون إيمانه حينما عاين الغرق. وهكذا كل الأمم التي نزل بها العذاب لا ينفعها إيمانها لما رأت بأس الله جل وعلا. حينئذ قيل للذين ظلموا، أن يتوجه الخطاب لأولئك المعرضين والمكذبين لرسول الله، فيقال لهم: ذوقوا عذاب الخلد، أن ينتقل بكم هذا من الدنيا إلى الآخرة، وبالتالي تذوقون نار جهنم عذاب الخلد، أي العذاب الباقي الدائم الذي لا ينقطع. وهذا جزاء أفعالكم ونتيجة إعراضكم، لا تجزون إلا بما كنتم تكسبون.
لا زالوا على سؤالهم، هل كلامك صحيح؟ هل هذا الكلام معقول؟ على جهة التعجب من هذا الكلام، فيقول ويستنبئونك، أي يطلبون منك الخبر والنبأ، أحق هو؟ كأنهم يقولون معقولة أن يكون هناك عذاب، ومعقولة أن يكون هناك دار آخرة؟ فيقول لهم قل إي وربي، أي يقسم لهم بوجود دار آخرة، إن هذا الوعد لصدق وحق، وبالتالي هيئوا لأنفسكم النجاة، فإنكم لا تعجزون الله ولن تتمكنوا من الهرب من عذاب رب العزة والجلال. في ذلكم الموقف لو جاء الإنسان معه الدنيا قاطبة، ومعه جميع ما في الدنيا من الثروات والأموال والذهب والفضة والسلع على اختلاف أنواعها، فإنه سيحاول أن يفتدي من عذاب جهنم فلا يقبل منه. ولذا قال ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، لو كان يملك جميع كنوز الأرض في وقتنا وفي الأوقات الماضية وما سينتج من هذه الكنوز في المستقبل، فإنه لو قيل له افتدي نفسك وقدم فداء لتسلم من نار جهنم لقدم ذلك، وعده شيئا رخيصا بالنسبة للنتيجة التي حصلها. وبالتالي فكيف يقدم الإنسان الدنيا التي تطمع نفسه فيها وهي متاع قليل زائل لا ينفعه يوم القيامة حتى لو ملك من أمثاله أضعافا مضاعفة؟ في ذلكم الموقف لم يكن من شأن هؤلاء المعرضين إلا الأسف والندامة والتحسر على فوات الفرصة في الدنيا، ولذا قال وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وحينئذ قضي بينهم، أي فصل بين الناس بالقسط أي بالعدل، وهم لا يظلمون. ومن هنا فأنتم يا عباد الله لا زلتم في وقت الإمهال وفي وقت الفرصة، فلا تبيعوا الآخرة بالدنيا. ثم أخبر جل وعلا بعموم ملكه وأنه مالك لجميع ما في هذا الكون كله، فقال ألا إن لله ما في السماوات والأرض. فإذا كان الله هو المالك الحقيقي لجميع ما في الدنيا، فكيف يا أيها العاقل تقدم شيئا زهيدا قليلا مملوك لله على النعيم الخالد الباقي الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ وحينئذ يذكرهم بأن وعد الله بالآخرة وعد حق، ومن ثم يستعد العقلاء له، ولكن أكثرهم، فأكثر الناس لا يعلمون وجود دار آخرة يحاسب العباد فيها، ومن ثم يفرطون وتكون مقاصدهم دنيوية وتفوتهم المقاصد الأخروية. ثم ذكر جل وعلا شيئا من صفاته وأفعاله، فهو سبحانه يحيي ويميت. فإذا كان جل وعلا هو الذي أحياكم وهو الذي سيميتكم، فمن ثم هو قادر على إحيائكم مرة أخرى ليبعثكم فيحاسبكم فيعاقب
من كان من أهل الإعراض ويثيب من كان من أهل الإقبال على الله، ومن ثم تذكروا بأنكم إليه ترجعون. فهذه الآيات تتحدث عن أمر عظيم، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. فكما أنه تقدم معنا الكلام عن إثبات وجوب عبودية الله وحده وإفراده بذلك، كما تقدم معنا الدليل على صحة هذا الكتاب ووجوب العمل به، والدليل على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهنا عقد مبحثاً في وجوب الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له مما يجعل الإنسان ينجو. وهذه الأمور هي أساسات الإيمان ومنطلق المسلم في عمله واعتقاده. فهذه الآيات فيها عدد من الفوائد والمعاني والحكم، منها عدل الله جل وعلا التام، فلا يعاقب أحدا لا يكون من فعله ما يستحق به العقوبة. وفي هذه الآيات أن من فوت على نفسه النعيم بإعراضه فإنما يظلم نفسه. وفي هذه الآيات التذكير بزهادة وقت الدنيا وسرع مضيها، فأنتم تشاهدون سرعة مرور الأيام. انظر إلى عمرك كم مضى فيه من السنون كأنها لحظات. وهكذا في أول شهركم هذا قد مضى منه أيام عديدة، مضى كأنه ثوان قلائل. وحينئذ تذكروا بأن ما بقي من حياتكم سيمضي وسيزول، وكأنه لحظات كما مضى ما مضى من أعماركم. وفي هذه الآيات بيان أن الناس يعرف بعضهم بعضا أول ما يحشرون في يوم القيامة. وفي هذه الآيات وجوب الإيمان باليوم الآخر دار الجزاء، وأن ذلك حاصل لا محالة، وأن التكذيب باليوم الآخر كفر وخسارة وسبب لنزول العقوبات في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن سنة الله ماضية بنصر أوليائه المؤمنين وإنزال العقوبة بأعدائه المخالفين. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا لا يعذب أمة حتى تقوم عليهم الحجة، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالجاهل لا يعذبه الله حتى يقيم عليه الدليل والبينة، حتى ولو جهل أصول دين الإسلام. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يقضي بين العباد، فيفصل بينهم ما كان منهم من خصومات في الدنيا. وفي هذه الآيات أن المشركين يستهزئون باليوم الآخر ويطالبون بإيقاعه في الحال، وينسون أن لله حكما يريدها في الكون. وفي هذه الآيات التذكير بأن العباد بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وحينئذ لا يجوز لإنسان أن يتوجه لنبي الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء يطلب حوائجه،
فهذا أمر محرم لقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي هذا دلالة على تحريم صرف شيء من العبادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره من الأئمة والأولياء والعلماء والصالحين. وفي هذه الآيات من الفوائد عدل الله جل وعلا مع المكذبين الظالمين، وأنه لا ينزل بهم العقوبة إلا إذا قامت عليهم الحجة والبينة. وفي هذه الآيات أن الآجال مقدرة، وأنه لا يموتن ميت إلا بأجل محتوم، وأن من قتل أو من انتحر فإنه لا يكون بذلك خالف القدر، وإنما جاء أجله الذي قدره الله عليه على يد من قام بأداء ذلك الفعل. وفي هذه الآيات التخويف من العذاب الدنيوي على المعرضين. وفي هذه الآيات أنه إذا نزل العذاب المهلك فإنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وفي هذه الآيات أن المعرضين تنزل بهم العقوبة في الدنيا ويجازون على إعراضهم في قبورهم، ثم يكون لهم يوم القيامة عذاب النار وبئس المصير. وفي هذه الآيات دلالة على أن عذاب جهنم دائم أبدا لا ينقطع ولا يتوقف. وفي هذه الآيات أن ما يلقاه أهل النار في النار إنما هو جزاء لكسبهم لارتفاع الظلم عن الله جل وعلا ولكمال عدله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات استمرار المشركين في السؤال عن دعوة الأنبياء هل هي حقيقة، وعن الدعوة إلى الاستعداد لليوم الآخر هل هو حقيقة، مما يدلك على أن المشركين عندهم تردد وشك وليس عندهم يقين في صحة معتقداتهم. وفي هذه الآيات أن المعرضين لن يستطيعوا الإفلات من عذاب الله مهما فعلوه. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الدنيا لا تغني عن صاحبها شيئا ولا تدفع عنه من عذاب الله قيد أنمله. وفي هذه الآيات عدم قبول الفدية يوم القيامة من الضالين المعرضين. وفي هذه الآيات أن المكذبين تعلوهم الندامة يوم القيامة إذا رأوا العذاب. وفي هذه الآيات أيضا إثبات عموم ملك الله جل وعلا لكل ما في السماوات والأرض، ومن ذلك ما يملكه الناس، فأنت أيها الإنسان وما تملك ملك لربك جل وعلا. وفي هذه الآيات دليل على أنه ينبغي بالإنسان أن يتوجه بحوائجه إلى الله جل وعلا، لأنه المالك لما في السماوات والأراضين. وفي هذه الآيات التذكير بقدرة الله على الإحياء والإماتة، مما يدل على قدرته على بعث العباد يوم القيامة ليحاسبهم على أعمالهم. وفي هذه الآيات إثبات رجوع العباد لله جل وعلا
وأنه يقررهم بذنوبهم ومعاصيهم. فهذا شيء من فوائد هذه الآيات. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا ورضا منه جل وعلا. ونسأله سبحانه للأمة قاطبة أن يملأ الله قلوبهم تقوى وإيمانا، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، كما نسأل الله جل وعلا للمستضعفين من المسلمين في فلسطين وغيرها نجاة من عدوهم وسلامة من جراحهم وشفاء من أمراضهم ومأوى يسكنونه وطعاما يأكلونه وصلاح حال في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.